أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين آه. اللهم صل آه. على محمد آه. وآل محمد كان كلامنا في الدليل العقلي على وجود الصانع وقلنا أن العقل يدرك في مدركاته الكليات ولا يتدخل في الخصوصيات وواضح حتى بناء على مبنى أرسطو بالقانون العلية والمسببية إثبات الصانع والأثر والمؤثر هذا واضح إنما الكلام فيما نقوله وقلناه في الدرس الماضي وهو إثبات نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بالعاقل المقصود بذلك ليس العقل الكلي الذي يثبت به وجود الصانع الذي يدرك الكليات لأنه بطبيعه الحال انت عم تبحث تثبت قضيه خاصه خارجيه العقل يحكم بنبوه هذا الشخص هاي قضيه لا يمكن العقل يدركها الكلي ليدرك الكليات وانما العقل بمعنى بحكم العقل بمعنى استدلالات عقلية معادلات رياضية وهذا الذي كشفه لنا السيد الشهيد آية الله العظمى المظلوم بامتياز السيد محمد باقر الصدر قدس الله روحه في نظريته العظيمة جدا اللي هي الاستقراء الاستقراء كما تعلمون حضراتكم هو التتبع استقرا الشيء اي تابعه يتابع الاستقراء وقلنا ان الاستقراء سقط من الدليليه في المدرسه الارسطويه عند ارسطو لم يعتبر الاستقراء بابا لنظريه المعرفه نظريه المعرفه ما المقصود بها هي اي معلومه تنفع الحضاره البشريه اي كبرى كليه معلومه مثل افرض ان قيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان هاي معلومه تفيدك في حياتك تنفع في النهضه البشريه في قيام حضارات يسمونها معرفه هاي فد معلومه يعني معرفه نظريه المعرفه ارسطو اللي هو تلميذ افلاطون افلاطون تلميذ سقراط سقراط احنا ذهبنا في بعض استنتاجات على أن هذا نبي لقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث يرفع للرسول سقراط نبي جهله قومه لاحظ لا يبعد ذلك خصوصا مع الدعوة الذي دعاها وقتل لأجلها وهي نظرية المثل المثل ما هي المثل؟ يعني الأشباح الأرواح في مجتمع مشرك تعدد الآلهة المجتمع اليوناني الإغريقي كان وثنيا بامتياز هذا الرجل إذا هذا محفز أن يبعث لهم نبي على غرار ما هم يعرفون به باعتبار معجزة كل نبي ما تناسب عهده وعصره هذا مو بحثي بس إجمالا أقول ما هي نظرية سقراط نظريته هي المثل شنو يعني المثل يعني القيم يعني الأخلاقيات لا مو هيك المثل يعني الاشباح يعني قبل هاي النشأة المادية كنا في نشأة اسمها الأرواح سماها الأمثال المثل يعني أنت كنت في وقت في عالم غير هذا العالم وجئت منه وهذا يتناسب مع شنو؟ مع أن هناك عالم آخر يعني هناك خالق إله مو هذا الإله الصنمي اللي أنت خلقته وجعلته للحب وإله للحرب وإله للرزق وإله المطر وإله المدرسه اليونانيين لاحظ قتل لأجله لأجل قيمه آه قضية على كل سقراط لكن سقراط ما عنده كتاب فعلومه اختزنها افلاطون افلاطون رب سقراط ارسطو آه ارسطو كتب ايش كتب؟ كتب المنطق مالته واساسيات الفكر البشري مدرسة ارسطو تمتاز بالعليه وقانون السببيه، لا يوجد شيء طبعا هو يؤمن بمبدا ان لا يجتمعان وهذا اساس لكل حركة فكرية أو فلسفة أو تأسيس نظرية علمية مثلا لازم تستند على هذا المرتكز اللي هو ان لا يجتمع باستثناء الماركسية ولذلك نحن لا نعتقد ان الماركسية فلسفة بل هي سفسطاء صفصطة هرطقة يأخذ من هذا يأخذ من هذا يأخذ الذي يريد ويرفض الذي يضر وإلا هي لا يمكن النفس إذن الماركسيين هم منافقون هم يدعون أن النقض لا يجتمعان ولكن واقعهم العملي يلتزمون أكيد الآن هذا مو بحثنا ولكن أريد أحوم حول المطلب وأتي إلى قضية الاستقراء وأرجو المتابعة والمفاهم بعد الدرس اللي يحب يسال مفتوح المجال لانه ارجوكم افهموا ما اقول حتى نبث هذه المطالب نبثها ونحكيها ونفهم مجتمعنا اللي احنا في حاجه اليها فارسطو رفض الاستقراء دليل على نظريه المعرفه الان عرفنا شنو يعني يعني يقول هذا لا ينفع في تاسيس معرفه منو الاستقراء السبب بذلك شنو قال لك انا مبناي العليه والمعلول وأن لكل شيء سبب ولكل علة معلول علة بدون هذا ما أؤمن بأي نظرة معرفة بناء على مرتكزاته اللي هي أساسها النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان طيب شنو مشكلتك مع مع الاستقراء قال لك ما هو الاستقراء هو المتابعة تتابع مفردة جزئية بالوجود الخارجي وتشوفها تتكرر، تروح تتابعها 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 إلى أن تستوعب جميع مفرداتها فتأسس كبرى عليها. إذا هيدشي مقبول. فالاستقراء التام يقبله أرسطو. الاستقراء التام يقبله أرسطو مثل شنو؟ مثل أنا الآن واحد يعطيني مبلغ يقول لي هؤلاء المائة نفر أعطي للفقراء منهم. زين؟ للي لا يملك مثلا مالا منهم اعطيه هذا المبلغ فأنا جيت فتشت واحد واحد من هالمئة لاحظ فلم أجد أن أحد منهم فقير كلها عندها أموال واحد واحد شنو يعني يعني استقراء تام يعني استقرأتهم كلهم فردا فردا ما لقيت واحد من عندهم يتمتع بهاي الحالة اللي يريدها هو الفقر فلم أعطهم شنو استخلصت من هذا المتابعة التامة أن هؤلاء أغنياء أن هذا العنوان اللي يريد المولى مني الفقر لا يتوفر في المئة هاي المعلومة أنهم أغنياء لا يتوفر فيهم هذا المعنى هاي المعلومة منين أخذتها هاي المعلومة أخذتها من الاستقراء التام مو الناقص زين هاي المعلومة يقبلها أرسطو يقول ما يخالف صحيحه بس هاي ليش؟ هذه لانك لي عملت استقراء تام. ولكن هاي ما تاسس نظريه معرفه كليه تفيد البشريه. هذه لا تنفع البشريه في مية نفر يعني يعني ثم ماذا؟ الى حيث يعني شو شو يعني؟ شو استفادت البشريه بهذه مو هذا بحثنا. فالاستقراء التام دائما وين يجي؟ يجي في القضايا الجزئيه، ليش؟ لانه ما عندنا قدره ان نستقرأ استقراء تاما في القضيه في القضايا الكونيه مثلا ما اقدر لانه احنا محدودين والعالم شنو؟ غير متناهي واضح؟ مثلا الحديد يتمدد بالحراره اقدر استنتج كبرى كليه واقول قانون معرفه واقول كل حديد يتمدد بالحراره حكمت على جنس الحديد انه يتمدد معرفه هاي أرسطو يرفض هاي المبدا يقول مالك حق تقول هيتشي حتى تروح تتابع كل الحديد بالدنيا وتعرض عليه الحراره فتشوفه يتمدد عند ذلك تستوعب كل الحديد عند ذلك تحكم بالاستقراء التام اما الاستقراء الناقص لا ينفعك في استنتاج كبرى كليه يعني معرفه لاحظ خليكم على النقطه هاي تاكدوا من هزيل طبعا الاستقراء لا يمكن أن يأتي إلا بناء على النقيضان لا يجتمعان، وإلا إذا النقيضان يجتمعان ما تقدر تستقرأ وتحكم. واضح؟ لأنه أنا استقرأت هذا الحديد يتمدد بالحرارة، هذا يتمدد بالحر هذا الحديد يتمدد بالحرارة. وبعدين الآن يجي باب بحثنا الاستقراء الناقص. فإذا أسقط الاستقراء من دليلية المعرفة لا ينفع في نظرية المعرفة. منه؟ ارسطو. لقانون لمفاهيم اللي عنده، لان هو عنده قانون علة ومعلول، كل شيء له سبب ومسبب. فأنت ما تقدر تستوعب الأسباب التي في كل الكون حتى تأسس نظرية معرفة، فلا ينفع الاستقراء في هذا الباب. فبقت ثغرة اللي هي شنو هي الثغرة يسموها؟ كيف تنتقل من جزئي إلى كلي؟ شلون تنتقل من مفردة جزئية انا شفت حديد عرضت عليه الحراره تمدد عرضت عليه مرتين تمدد رحت جبت حديد اخر تمدد فولاذ تمدد كل الحديد قاعد اجيبه يتمدد فاسس قانون او الحديد يتمدد بالحراره ارسطو يرفض بعد من اللي يرفض اصحاب المد... الفلسفه التجريبيه مو هي فلسفات اكو فلسفة التجريبيه هم يقول لك ما تقدر تاسس نظريه معرفه باستقراء ناقص الا تجرب وانت ما جربت الحديد كله انت بعض من الحديد على اساس إيه تحكم كل الحديد يا بمو النقيضان لا يجتمعان مو ليش هسه قلنا لازم نؤمن بهاي المبدئية لازم والا الاستقراء يبطل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفع فاذا يجتمعان او يرتفعان فممكن يقول ايه ممكن يصير حديد ولا يتمدد وممكن حراره ولا يوجد آآ 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 ويمكن يتمدد فنظريتك تفشل المرتكزاتك لا يمكن ان تحكم بها اذا شرط جذري الى الاستقراء لازم هاي المبدا ان يقظان لا يجتمعان ولا يرتفعان لازم يكون موجود واحد فحتى اصحاب الفلسفه التجريبيه اللي قائمه على التجربه يعني فلسفه تجريبيه يعني قائمه على كل شيء على تجربه حتى ياسسون قانون على نظرية معرفة أنت ما ما جر... قال لك أنت ما جربت كل الحديد فشو تحكم؟ تنتقل من جزئي اللي هو شنو؟ هذا الحديد بيدك عرضته للحرارة إلى كلي وهو كل حديد يتمدد بالحرارة الاستقراء بالاستقراء وأي استقراء ناقص لأن أنت ما استوعبت كل الحديد فنظرية المعرفة اللي حصلت عندك الآن شنو هي؟ كله حديد يتمدد بالحركة مو جبه كلية هاي مو؟ استنادك من جزئي إلى كلي. أرسطو هنا يتدخل، يقول اكو ثغرة عندك. اللي هي شنو هاي الثغرة؟ كيف طفرت ورحت؟ وحكمت؟ شنو اللي يخولك؟ أنت يا أخي شفت مرة حديد حديدتين ثلاثة ألف مليار ما بس مو كل الحديد. اكو ثغرة ما قدر يعالجها أرسطو. لان هو شنو ما بدرسته قانون السببيه اللي هو سماه القانون التوليد الموضوعي عله ومعلول سبب مسبب ماكو بعد عندك ثغره ناقصه فاسقط دليل الاستقراء من ادله انه لا ينفع في نظريه المعرفه واضح لا ينفعك الاستقراء من اي استقراء الناقص طبعا او التام واضح التام لكن التام مو مو بيدنا التام لا ينفعنا في تاسيس كبرى كليه لماذا نظريه معرفه ما ينفعنا لانه امر جزئي لان امكانياتنا محدوده هاي الاشكالات وهاي الاجوبه عرفوها زين تفتح لكم افاق في البحث العلمي ليش ما ينفعك لكذا وكذا طيب فبقت هاي ثغره 2000 سنه 2000 سنه الدليل الاستقرائي ساقط لا ينفع في المعرفه المدرسه او الفلسفه التجريبيه ترفضه وبعد منه ارسطو في فلسفته عظيمه الى ان عالجها السيد الشهيد محمد باقر الصدر عالج هاي الثغره من 2000 سنه عالجها ونجح في علاجها رضوان الله عليه وجزاه الله عنا وعن العلم وعن الاسلام وعن رسول الله وامير المؤمنين خيرا حقيقه ونجح في ونجح في معالج هاي الثغرة الطفرة وكسب دليل إلى نظرية المعرفة وبالتالي انفتحت لنا آفاق ضخمة إذا ما علمنا أن هذا الرجل لا دارس اه رياضيات ولا دارس اه مدارس اه في جامعات حتى يطلع لنا بهيك نتائج المهم ما ينفعون الآن إجا شنو عالج قال يمكن أن عالج هاي الثغرة هو عالج هاي الثغرة الرجل او الطفره ما بين الجزئي والكلي على جاي الثغره بهذا الاستدلال وهذا ما نحتاجه في بحثنا الان قال انا اجي لما ارى هاي المفردات الجزئيه واحنا الان عرفنا مشكله ارسطو وين واقفه وين مشكلته حتى يكسب الاستقراء كدليل إله وين مشكلته مشكلته في هاي الثغره ما اقدر يعالجها لان انا لا اقدر استوعب جميع مفردات الحديد الاجزاء ما عندي قدرة اشوف كل الحديد بالعالم لاحظ فشلون انا احكم على كل الحديد ولو صحيح ان النظام لا يجتمعان ويؤمن بهذا المبدا لكنه يقول بناء على قانوني انا ما اقدر وشروطي في نظريه المعرفه لا تنطبق عليها إجا السيد على شبه هاي الطريقه دخل باب اسمه باب الاحتمالات باب الاحتمالات هو يعضد الاستقراء الدليل الاستقرائي يسنده يعضه كيف بهذه الطريقة يقول لك السيد الشهيد الصدر احنا لما نجي نجيب هاي المفردة الجزئية اللي نريد نأسس منها قانون كلي وهو شنو افرض الحديد يتمدد بالحرارة انا اجي اجيب ميزان اركبه على هاي القضية فسماه باب الاحتمالات شلون قال لك انا لما اجي طبعا جعل لها شروط ورموز رياضيه، دخلها بالرياضيات. نتيجته هنا يوصل. يقول انا لما اجي راح اشرحها باسلوب بسيط جدا لانه حتى المشاهد اللي يشوف هاي الدروس ايضا يمكن ان يستوعبها وينفعه ان شاء الله. باب الاحتمالات بهاي المعنى. انا اجيب ميزان اخليه على هاي الموارد الجزئيه. فاقول مثلا طبعا ها لا ينفعك باب الاحتمالات لا يمكن ان يتم من دون قبولك مبدا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان من دون هاي المرتكز الذاتي لا يمكن لك ان تطبق باب الاحتمالات وبالتالي تخسر باب الاستقراء لازم تؤمن بهاي المبدا ما لم تؤمنه ما ينفعك مبدا الاحتمال فلما أنا اجي راح اشرحه واشرح الـ 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 الاشكالات اللي ممكن ارسطو يهجم عليها لاحظ شلون؟ ونشوف وين وصل؟ وين وصل؟ أنا أجيب الاحتمال، شو أقول؟ أقول أنا لما أجي هاي المفردة الجزئية الواقعة الخارج وهو أشوف حديد يتمدد وأريد أسس قانون كلي، هل يحق لي أم لا؟ قال لك السيد الصدر لما تجي تشوف حديد يتمدد بالحرارة، وهنا حديد يتمدد بالحرارة، وهكذا كلما تجد أجيب ميزان من واحد إلى عشرة مثلاً أعطي رقم صفر إلى التمدد طبعا هو عنده حساب رياضي وعنده رموز يسويها يقول أعطي رقم صفر مثلا إلى التمدد وأعطي رقم عدم التمدد أعطي رقم عشرة التفت جيدا التمدد أعطي صفر وأعطي رقم عشرة لعدم التمدد هكذا يصير الميزان مالتي. لما أنا اجي اشوف الحديد قاعد يتمدد واشوف موارد التمدد مالته، هذا حديد قاعد يتمدد، هذا حديد قاعد يتمدد، يصعد احتمال التمدد. بالمقابل شنو ينزل؟ ينزل احتمال عدم التمدد. اكيد. لان انا اذا اسس نظريه تفيد المعرفه، تفيد البشريه كبرى كليه، اللي هي شنو؟ أحكم على الحديد بالتمدد أجيب هذا الميزان هذا أبسط أسلوب لشرح باب الاحتمالات أجيبه أحط رقم صفر أولاً ورقم عشرة رقم صفر للتمدد لل... ورقم عشرة عدم التمدد وأصعد أشوف الموارد أتابع كل ما أشوف مورد تمدد هذا من باب المثال أجيب التمدد ها يصعد احتمالية التمدد بانه ايه كل حديد يتمدد تنخفض بالمقابل هذا الصعود ينخفض منه ياخذ من نصيب عدم التمدد يعني مو أي أي, أي... أي... شنو عدم التمدد انت قاعد تشوف تمدد اكو قال لك اي القانون كل حديد يتمدد ان هذا مو صحيح هذا انه مو صحيح راح ينزل راح ينزل مستوى لا وضار صحيح وهكذا كل ما اشوف حالة تمدد يصعد احتماله وينخفض احتمال عدم التمدد الى ان يصل قد ما شفت موارد راح يصعد وهكذا نظل نجرب نجرب الى ان يصل طبعا بالمناسبة هذا مو معناته سيد الشيخ دخل فلسفة التجريبية لا مو شيء هو لا يلتزم بفلسفة التجري... الفلسفة التجريبية لا مو هكذا الان ما استوعب هذا بس اريد اشرح هذا اللي يعني ينفعني في بحثي. اصعد باحتمالياته الى ان يصل هذا التمدد الى مستوى تسع، تسعة وتسعين وتسعة بالعشره. لانه لازم تخلي ما يصير 100% طبعا ما يصير 100%، ليش؟ لان انا ما يمكن استوعب كل الحديد بالدنيا، صح؟ فاذا ما تقدر تقول 100% لا يوصل خلي يوصل نسبة تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة بالمقابل ذاك ايش راح يصير الاحتمال راح ينزل الى طبعا ما اقدر اقول صفر ليش شو وقت اقدر اقول صفر لما يصير عندك استقراء تام سنت سيدنا فاذا انت استقراءك مو تام ايش راح تقدر تقول تقول تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة في جانب النفي وهذا يصعد ارجوك ألا يحق لك أن تؤسس قانونا بناء على نسبة 99 و 9 والتسعى بالعشرة من خلال هاي الموارد شو يقول لك العقلاء ألا يحق لي أن أسس نظرية معرفة طبعا أرسطو يقول لك لا ما لك حق لازم علة ومعلول سبب ومسبب هاي القانون مدرسته يقول لك لا أنت ما استوعبت كل هذا خسارة السيد هنا يجاوب يقول لا هذا يعطي يقين صح ما يعطي مية بالمية مثل ما عندك يا أرسطو مثل ما أنت تريده لا لكن يعطي يقين بحيث تقدر تأسس عليه نظرية معرفة لماذا؟ لأن هذا النسبة الضئيلة الباقية عقلاء الناس عقلاء البشر لا يعتبرونه أي نسبة هذه؟ لاحظ هاي وين؟ في القضايا التكوينية هاي في القضايا الكونيات الوجودات الخارجية حديد يتمدد بالحرام لان انا كل ما اصعد اشوف ايش قد موارد اسس هاي النظريه اجيبها لاحظ ومن هنا هذا اسمه قانون الاحتمال طبعا خلاله شروط وخلاله ارقام ورياضيات واجاب عن كل الاشكالات اللي ممكن ارسطو يناقشك بها وبالتالي كسب هذا على هاي الثغره واي ثغره اللي هي الانتقال من الجزء الى بهذا المعيار باب الاحتمالات يجيب هاي المعادلة ويخليها يحطي يعطي, يعطي يعطي نسبة إلى التمدد أقل أقل نسبة ويعطي نسبة عليا إلى عدم التمدد أو إلى النفي جانب النفي وهكذا يظل يجرب ويتابع يعني يجرب شنو المقصود بمتابعة؟ يتابع الموارد ايش قد ما يتابع راح تصعد نسبته بالمقابل ينزل عدم ال جانب النفي يعني هسه جانب النفي جانب التمدد يعني مثل وجود الصانع راح نطبقها هسه وانا اريد اضيف كلمه مهمه جدا لازم تلتفتوا لها ان هذا البحث نجح في التكوينيات في القضايا التكوينيه الخارجيه اللي هي واحد زائد واحد اثنين جيب حديد ونار ويتمدد مع ذلك نجح نعم نجح بامتياز نجح وبامكانك يخولك ان تاسس كبرى كليه بناء على هالنسبه هاي، صح ولا العقل يقول لك لازم تاسس. معقوله ترفض دليل يوصلك الى نسبه 99 و9 بالعشره؟ على شنو؟ على نسبة واحد بقى جزء ما يمكن يحق لك ان تاسس نظرية، الحق لو ما يحق يحق بلا شك. وكيف تعطل هذا الدليل الاستقرائي بهاي الموازين؟ ما يمكن، هاي وين؟ بالقضايا التكوينيه. ارجوك تعال وياي ما ينفعنا نحن. بالتكوينات نجح. بالاعتقاديات شلون؟ ينجح بطريق اولى. بالاعتقاديات وانتبهوا لي زين الكلام جدا دقيق. بالاعتقاد تسعة 99% و9 بالعشره ان الله موجود عندك كتش نسبه تقدر تنفي بعد على جزء واحد حتى الله سبحانه وتعالى ما يطالبك بهذا الواحد يقول لك إيه؟ يقين اذا شيء تعتقد به بنسبه تسعة وتسعين وتسعة بالعشره النسبه هذه الله ما يحاسبك عليها انت شبه متاكد مو بالمية بالمية ما مو ما يخالف هو احنا اليوم يا منين عندنا اعتقاد 100% بكل اعتقاداتنا هيك معادله تعطيني نسبه ضخمه جدا لان هي بالتكوينيات العقلاء يعيبون عليك اذا ما تاسس نظريه معرفه بالاعتقاديات شلون بالاعتقاديات هي 70% بالمية الله يحاسبك عليها صح 90% بالمية وتسعة 99 شلون تنفعك نعم تنفعك يعني كل عاقل لما يجي قضية اعتقادية مو قضية خارجية برا هذا الرجل نبي بنسبة تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة اكو احتمال واحد بالمئة مو نبي واحد هذا يسموه كفر لا يسموه يقين عندك يقين تسعة وتسعين ولد لان يعني هذا النسبة اللي صعدت وياك تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة راح تولد لك راح تولد لك يقين خلاص ته بالرياضيات مالتك نسبتها 99 وتسعة من العشر. شنو ولد لك؟ ولد لك يقين مية بالمية اعتقاد راسخ ان هذا المعتقد صحيح مية بالمية يصير عندك يتولد لك لاحظ الان لما اجي واشوف الكون منظم لان يعني هو بكتابه الاسس المنطقية للاستقراء واثبات الصانع كاتب وإثبات الصانع استدل بهذا الدليل طبق على وجود الباري قال لك لما أشوف هنا نظم وهنا نظم وهنا أكو نظم بحياتنا نظم بالكون نظم مو كل شيء طبق نظام صاير شي يجي احتمال أن هذا لمنظم لوجود منظم بالمقابل أجيب الاحتمال الثاني اللي هو شنو الصدفة فأجيب ميزاني اللي هو باب الاحتمالات أخليه بالنص اقول ابدي من الصفر واصعد وذاك احط له عشرة اللي هو شنو الصدفة لاحظوا هيك اسوي واباوع اباوع جسم الانسان بنظم يصعد درجة انه وجود منظم اباوع السماء القاها نظم يصعد درجة ينزل بمقابل انه صدفة لانه صدفة مرة مرتين شلون صدفة هاي تتكرر لاحظ وهكذا ايش قد ما اباو اباو للجمال ورود اكو زهره بجنوب افريقيا اسمها القحوان ترجع عليها تلقاها عده الوان واشكالها حلوه هندسيه من تروح يمها تلقاها حشرات صغيره طيرها تنفخ تطير بس غصن واحد واقف توخر عنها يرجعان عن يجمع النفسين عن بشكل هندسي جميل ارجوك هاي الصدفه تسوي ما يمكن هذا اكو اذا اكو صانع حكيم صنعها كيف يعطي هيك جمال؟ الصدفه العمياء الماده العمياء تعطي هيك جمال لا يمكن وهكذا فتصعد احتماليه وجود صانع تنزل احتماليه الصدفه ايش قد ما اشوف موارد نظم يصعد الاحتمال ايش قد ما اشوف موارد النظم تنزل في مقابله منه الصدفة وهكذا وهكذا إلى أن تصل إلى مستوى تسعة وتسعة في المقابل ينزل الصدفة احتماليتها إلى شنو إلى قريب الصفر لاحظ لأن هذا يبقى احتمال يبقى يبقى لأن يقول لك أنت ما استوعبت كل الكون يا أخي ما ما استوعبت كل الكون بس النتيجة شنو طلعت النتيجة طلعت لا يمكن باحتمالية تسعة وتسعين وجود نظم مو الى انه وجود صانع ان هذا الاحتمال كانه لم يكن انه لا صدفه بل بالعكس وانا بالطريق قاعد انقص قانون الصدفه مو اللي لا يمكن صدفه تتكرر مئة مره ألفين مره شو الصدفة فاذا اكو استحاله عقليه ليش لانه ما يمكن الصدفه تسوي لي القضيه فتصعد الاحتمالية إلى درجة إلى درجة معتد بها وتؤدي إلى يقين عندي يصير مية بالمية نتيجة هاي المعادلة لأن هذا قلنا اعتقاد اعتقاد بالذهن فالذهن يصل الاعتقاد القلبي يصل إلى نسبة مية بالمية يحكم بوجود صانع حكيم اللي هو الإيمان وهذا أعظم دليل على وجود صانع حكيم طبعا الماركسيين دمروا شنو؟ ان قضاء لا يجتمع. قال لك لا احنا ما نبي حتى يدمروا لك هذا القانون. لكن هاي السفسطاء قلنا هذا مغالطه. هم يقولون هيك لكن يلتزمون به، ما يقدر. طيب. هذا الميزان صحيح؟ صحيح 100%، فقانون الاحتمالات ينفع في دليل الاستقراء اثبت وجود الله بالاستقراء. لاحظ؟ بالاستقراء نتيجة هاي الموارد نظم قانون النظم الآن أثبتنا الصانع أجي النوب شوفوا راح أتكلم في بحثي اليوم بنفس هذا المعيار أطبق على نبوة خاتم الأنبياء وأنا مثل ما أكرر أن هاي القضية اعتقادية مو قضية تكوينية مثل حرارة وتمدد لا هاي قضية اعتقادية فلما أشوف موارد بها يصعد بها الاحتمال راسا يصير عندي انه يقين وانا بالطريق قاعد اصعد الاحتمالات احصل على هذا اليقين، هذا يكفيك يكفيك نعم تكفيك وتقوم عليك الحجه. لاحظ اولا اقول بان باب الاحتمالات ودليل الاستقراء لا ينفع ادم فمن دونه من الانبياء في اثبات نبواتهم. هو ينفع خاتم الانبياء حصرا يعني لا ينفع عيسى وموسى سلام الله عليه وذلك الس... لماذا سألني ليش باب الاحتمال ودليل الاستقراء لا ينفع في اثبات مو... نبوه موسى وعيسى الجواب لانهما صلوات الله عليهما لا يملكان معجزه انطلق منها الان لان انت شو تريد شلون تنطلق بالدليل الاستقرائي تريد مفردة جزئية صح ومنها تنطلق انا لقيت دليل النظم من عند انطلقت الى وجود الباري وجود الصانع ما الذي يملكه موسى وعيسى حتى انطلق منه الى نبوتهم لا يوجد عندي لعلي انا سبقت الان هذا البحث سبقت بحث النبوه لازم ابحث اثبات نبوه الخاتم بعدين اقول وهو لا ينفع او لا يثبت نبوه الهادي حتى تتضح الصوره اكثر لكن انا حاولت ابين هذا الشيء لا ينفعهما لماذا لانهم لا يوجد لديهم نبوه معجزه يقول لك كيف عيسى أحيا الموتى وعبر الأكمه والأبرص وأن موسى ضرب البحر فانفلق منه 12 عشر طريقا وضرب العصا فصار ثعبان مو أقول لك نعم صحيح لكن هاي معاجز نقلها رسول الله لنا أنا ما أؤمن بها لأن ذكرها اليهود والنصارى انا امنت بهم لان رسول الله ذكرها هم انا اعترفت بهم انبياء لان النبي قال لي على مذل الانبياء ثانيا لو واحد ملحد لا يؤمن بالنبي ولا بعيسى او موحد فقط لله لا يؤمن لا بمحمد ولا برسول وقال لك اريد كنت ملحدا فاثبت لي وجود الصانع بقانون الاستقراء مو وباب الاحتمال، يا أبا اعترفت. تعال قل لي اصير يهودي لو نصراني هسا أنا ملحد وصرت موحد، اعترفت للإله للكون إله بقانون باب الاحتمال ونظرية الاستقراء. سلمت. على أي دين توديني؟ يهودي لو نصراني لو مسيحي؟ شوف أقول له ما أقدر أنطلق من عنده لليهودية، لأن اليهودية لا تملك معجزة أنطلق منها الآن. موسى لا يملك. لأن ما قام به قبل ألفين أو ثلاثة آلاف سنة صار خبر يحتمل الصدق والكذب ما عندي دليل ملموس الآن موسى ضرب البحر أو ضرب الحجر فصار ماء أو قلب العصا ثعبان ما عندي دليل أقدمه وأنطلق من عنده لاحظوا وكذلك حال في عيسى سلام الله عليه لا يوجد عنده دليل الآن دليل على أن عيسى أحيا الموتى شو هو الدليل حتى أنطلق من عنده ما عندي. فاذا لا يملكان باستثناء خاتم الانبياء وفضلا عن ابراهيم ويوسف وغيره فضل الا خاتم الانبياء. ما هو دليله اللي منا انطلق؟ ها؟ هذا الدليل القران صلوات الله عليه. يعني. هذا معجزته منه انطلق؟ واروح وأ الى باب الاحتمالات، شلون؟ لاحظ كيفيه ذلك. لما اجي واتابع حيثيه رسول الله صلى الله عليه واله. وسيرته، وانا ليش قلت ان نبوة خاتم معجزة خاتم الانبياء تظهر في متابعة سيرته الشريفة، ومن هنا اذا حضراتكم دخلنا في السيرة. يعني تتضح جلية اذا بحثت سيرته. لما اجي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، واجده، لاحظ دليل الاحتمال، باب الاحتمال يثبت نبوة خاتم الانبياء، هذا المدعى. كيفية ذلك؟ الجواب. عندما نلاحظ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وسلم نجده ولد في بيئة لا يوجد فيها معرفة لا يوجد فيها أي معرفة لا يوجد فيها كتاب عربي يقرأ ولا ترجمة نعم الطابع العام على الناس الأمية سيقول لك الطابع العام يعني أكو ناس تقرأ وتكتب نعم أكو ولكن رسول الله لم يحصل على تعليم عاش أربعين سنة معهم شهدوا عليه أنه لم يقرأ ولم يكتب وما كنت تدري ما الكتاب ولا تخطه بيمينك لو كنت تدري تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون لو شئت تقرأ وتكتب هذا يأسس إلى هاي النظرية رسول الله لم يحصل على أي تعليم لاحظ لم يحصل على أي تعليم ولا على أي معرفة بدليل لا أبو علمه قال لك أبو أمه أبو أمه ماتوا مات ابوه وهو جنين في بطن امه وهي شوف حكم الله شلون تجي شلون تجي هاي كلها هذه في مصلحه الرسول صلى الله عليه وسلم في اثبات حقيقه روح الفداء اول وحده يموت ابوه عمره شهرين هاي نقطه راحت اما شهرين او جنين في بطن امه اذا لم يحصل على تعليم من ابوه عمره ست سنين ماتت امه سواء يقول لك انا والله والدتي علمتني القراءه والكتاب لاحظ امها راحت سنتي عمرها ست سنين ما تجد الامبراطور الملك العظيم اللي عنده امكانيه كبيره مو وعمره ثمان سنين عبد المطلب فراح صار عمره ثمان سنين الى ما حصل شيء كفله عمه الفقير اللي يا دوب يطعم عياله فضلا يروح يجيب له مدرس خصوصي يعلمه هو يوديه للمدرسه والكتاب يعلموه هو ما يقدر يوكله زين يعلمه زين يعيشه هاي هم حكمه خليك وياي بهالنقط هاي تحطن كلن تجمع ذني الاحتمالات لما شب شيئا ما راح اشتغل في مهنة ابعد كل البعد عن المعرفة راح اشتغل راعي يرعى الغنم في الصحراء فاذا مو وسط مدينة ويحصل على معرفة من هنا تاجر بنص السوق يسمع له كلمة هنا ويسمع له معرفة هنا لا قاعد بالصحراء لا يشوف احد ولا احد يشوفه الا البهائم لاحظ وبقى على هالمنوال حتى صار عمره 40 سنة ما عنده لم تعرف عنه خطبة لاحظ ولا سفر خارج ويشوف الأبعاد والناس باستثناء سفرين من كان عمره واحد 12 سنة ووحدة عمره 25 سنة راح باع شغلة ورجع شو وقت قاعد يتعلم ويعلمه سفرة ومعه أناس شهدوا عليه إذا كان يتعلم منهم منهم القافله اللي راحت عمره 12 سنه لاحظ ومنهم ايضا اسمع ميسره السفره الثانيه وهذا ميسره قتل مع الحسين انتبه هذا وصل الى ايام كربلاء هذا وجوده ايضا شاهد على النبوه هذا قال نعم اختلى بحبر في الشام علمه ودرسه طبعا ذاك الوقت من يقولون السفر ما بين الشام واليمن رحلة الشتاء والصيف تدري يا شام يقصدون بها غزة حدهم الغزة هناك يوصلون الأردن هالأطراف ما يوصلون دمشق وهناك المناطق هاي والعاصمة هناك ما, ما يوصلون حدهم هناك هاشم وين ميت مدفون جدة بغزة هاي الشام مالتهم اي هالمقدار يعني آه أردن هالأطراف يعني تدمر إذا كلش أخذت لهم هذا فما يوصلون يعني بعد حضارات وبيزنطة وتركيا ما يوصلون هناك لاحظ هاي حدو واليمن معروف عندهم إذا لم يحصل على أي معرفة تخوله أن يقرأ ويكتب فضلا أن يعرف نظريات وفلاسفة وكونيات واحد لا نتطرق إلى معاجز التي تشبه معاجز موسى وعيسى التي خرجت منه ببركته وهي كثيرة طبعا أنا ذاكرها يعني هو عنده سبع انواع من سبع انواع معاجز عد معاجز تشبه معاجز موسى وعيسى هو اشفى ناس احيا ناس واي وذكرناها احنا كثر الطعام مرارا فقط في سفرته في تبوك لاحظوا امطر السماء مرار وتكرار على وشرب ثلاثين الف جندي اللي احنا أحصيناها ثابته تاريخيا اربع مرات يسقي الجيش بطرق مختلفة مرة يدعو تهدل المطر عليه مرة يخلي سهم مالته بأرض ينفلق ماي مرة يجيب حجر بيديه ويطلع الماي مرة يوقف على البير ويطلع الماء أربع مرات ويخلي الماء ومرة إداوة أبو دجانة إداوة بها شوية ماء حط أصابع فيها وكثر الماء فار, فار به كم مرة هاي هذين القضايا هواي اخر حصن من حصن خيبر الناعم اسمه الناعم اللي فيه كان العده والعدد هذا شلون آه شلون آه كسروا المسلمين؟ ما حد قدر يكسره امير المؤمنين فتح اول حصن وقتل مرحب والجماعه اخر حصن اخر حصن تجمعوا كلهم به تدري شلون انفتح هذا؟ اخذ حصى صلوات الله عليه كف من حصى ورماه فساخت بهن حتى التقطوهم لقطوهم لقط هذا الحصن راح نهار انخسف بيهم في معجزة كونية رهيبة لاحظ رمى أخذ حصى ورماها عليهم وإذا حصنهم يتزعزع يتضعضع يقول لك فساخ يعني نزل حصونهم هذا السور نزل وراحوا المسلمين عليهم اقرأ الواقدي مجلد الثاني والواقدي من أدق الكتب اسمه مغازي الواقدي من ادق الكتب هذا لاحظ طيب هاي معجزه نعم معجزه بامتياز ولكن الان لا نملك منها شيئا اثرا خبر صح قصه انتهت فما نقدر ننطلق منها لاحظوا كذلك معاجز كثيره اسم الشريف في الكتب التي بشرت به يقول لك هاي يلزم الدور انت قلت لي نبوه موسى وعيسى قائمه عليه لاحظ فاذا شلون هو اسمه مذكور فيها فهم يشهدوا له بالنبوه احنا ثبتنا نبوتهم من عنده لك ايه صحيح اثبتنا نبوتهم من عنده صحيح ولكن كيف اثبتناها لان لقيناها بكتبهم وجدناها بكتبهم فشنو الداعي ان نلقى اسمه في كتاب قبل 3000 سنه ماكو ما احتماليه انه هذا الشيء صدفه ومجعول لا لازم اكو اكو حقيقه ان هذا الرجل هو التي يشهد بها رسول لذا قلنا بمجرد ان اسمه موجود بالكتب يعني معجزه لانه على اساس اسمه موجود قبل 2000 سنه او قبل 3000 سنه هذا فقط دليل على نبوته بينما هاي القضيه ما موجوده مع موسى وعيسى انا اريد ابين ان هاي كلها ما اقدر انطلق من عندها كمفرده لاثبات نبوته صلى الله عليه واله وسلم من وين اجي بموردين القران معجزه الخالده وبعد اسمع والمورد الثاني الغيبيات اللي تذكرها التي ذكرها التي اتفق لاحظ اتفق المؤرخون على نقلها يعني اي واحد راجع سيره النبي ذكر انه قال كذا بحيث اي مؤرخ حتى لو مستشرق مو مسلم يعرف ان رسول الله تنبا بقتل الحسين والحسين كان اول يوم رضيع ما يقدر هذا النصراني او اليهودي او المستشرق او الملحد ينفيها يقول لا من يقال يابا قال المؤرخين قالوا لما تقرا كل الكتب ذول المؤرخين لا يمكن ان يتفقون على الكذب في قرون متعدده هذا الاتفاق مالتهم على نقل قضيه يولد لك يجيب لك شنو ان القضيه وقعت صار تواتر اما تقول لا هذا واحد اخذ من الثاني اصلها مثلا سيره ابن اسحاق إذا أثبتت لي هاي المعلومة فصح هاي كلها واحد ينقل من الثاني عبر ألف سنة فمصدرها شخص واحد فإذا هذا لا يجيب التواتر ولذلك ممكن يشككون به حتى هاي القصص مو مشكلة ارفع عني دليل الغيبيات تعال بالدليل الـ 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 القرآني وأكو شيء ثاني وهو مواقيت الحج ما تقول يا عزيزي المستشكل يا من وقفت وتنظرت في نبوه خاتم الانبياء ما تقول في مواقيت الحج مواقيت الحج الا المسلمين ليش يحجون لان النبي امرهم حجوا كما حج مو حتى اعداء الرسول يؤمنون ان النبي هو الحج واسس مواقيت للحج لاحظوا التفتوا جيدا مواقيت الحج ما هي يقول لك لا الحج كان انا شفت مناظرة من واحد مسيحي يقول الحج كان قبل النبي طيب صح كان الحج قبل النبي العرب كانوا يحجون ولكن ما كان عندهم مواقيت لاحظ الان احنا المسلمين عندنا مواقيت يعني من امكنه معينه نحرم من امكنه معينه من وضعها رسول الله شنو وضعها على اساس قال هذا ميقات المدينه وما وراء المدينه هذا ميقات العراق وما وراء العراق هذا ميقات الشام وما وراء الشام اوروبا هذا مواقيت اليمن وما وراء افريقيا هذا مواقيت العراق وما وراءه، خراسان والشرق. ذاك الوقت لما قال حدد هاي المواقيت، يعني من هنا تحرم اذا جاي من هذا البلد، ما كانت دولته ودينه واصل الى شنو؟ الى هاي البلاد، لا كان اكو عراق اسلام، ولا كان اكو شام اسلام، ولا كانت افريقيا مسلم، كان كلهم ملاحده. هذول فارس تحكمهم، وهذول قيصر تحكمهم، وذاك المقوقس يحكمهم، افريقيا واوروبا واسيا. ما كان فيها دين اسلام، كيف حدد مواقيت لامته وهو بعده كان في الجزيره؟ اذا هو يعلم هاي غيبيه لها شاهد عملي، هو يعلم ان دينه سوف ينتشر، صحيح؟ يقول تقول هو المعي وظن الالمعي يقين وكان يعرف انه دينه راح يوصل الى هالمستويات، او لربما احتمل انه في فارس راح يطلع كم مسلم بس مو بالضروره يسقط كسرى مثلا لا في دولة كسرى اكو مسلمين يجون من فارس يردون يحجون فحدد لهم ميقات مو بالضروره انه راح يسقط عروش كسرى لاحظ فمو دليل انه أميق عيفه عيفه لا تنطلق من عنده ولكن ما رايك في القران في هذا المعجز خلينا نشوفه هذا الكتاب لا يوجد احد من 1400 سنه الى الان شك ولا واحد بالمئة أو احتمال واحد بالمئة أنه ليس لمحمد كلهم يقولون هذا إله لا يوجد شك أدنى شك السؤال هنا لما أجي لهذا الكتاب أجد فيه ثلاثة بلاء معاجز يعني ثلاث أنواع الأولى البلاغة والفصاحة وهنا خلي لك نقطة هل لأمي يمكن لأمي أربعين سنة عمره لم يقرأ ولم يكتب أجيبنا في حياتنا اليومية عايشة نفس البيئة اللي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس البيئة الظروف اللي مرت به النبي من أنه لم يحصل على تربية أب وأم إليه وتعليم إليه مو ولم يقرأ ولم يكتب بعيد عن كل معرفة أربعين سنة وبعدين أجي وهل أكو إمكانية أن يعطيني بلاغة وفصاحة بهذا الكتاب مثل هذا الكتاب الذي الآن صار هذا الكتاب الذي جاء بهذا الأمي نعم حجة للبلغاء والفصاحة هم يستدلون به. الآن لما يجيبوا لك الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمجرور علامة الكسر مين يستدلون لك به قرآنية يجيبون شواهد القرآن. جي. شلون؟ صار حجة للبلغاء والفصاحة تحدى به مو بحيث تحدى به أهل الفصاحة والبلاغة في وقتهم هم نفسهم ما قدروا يجيبون. قل ائتوا بآية منها من مثله. هل من الممكن ان يجي واحد امي يجيب لي هيك كتاب بليغ فصيح؟ أص... أه... لما اباوع القران 114 سوره اشوفه كله بلاغه وفصاحه، فشي يصير عندي؟ التفت جيدا، وكل سوره بها مثل سوره البقره قريب 300 200 وكذا ايه، أه ال عمران 200 وكذا ايه، ال أه المائده النساء مو؟ واصعد كل ايه بليغه. تجيبها تحطها بالميزان مالتنا اللي هو جنوة الاحتمال اخليها بالميزان اقول هاي الايه ببلاغتها يجيبها امي لا يقرا ولا يكتب على اي مستوى احطها صفر واحط عشر التفت جيدا شلون تثبت نبوه رسول الله من خلال باب الاحتمالات بهذه الطريقه اجيب هاي الايه هاي الايه بشهاده اسمع بشهاده علماء البلاغه والفصاحه اليوم بغض النظر متدينين مسلمين او مسلمين بليغه لو مو بليغه يقولك نعم سبكها بليغ محكمه بليغه ما عندنا شك فيها هذه الايه فصيحه بليغه طبق قوانين البلاغه والفصاحه بليغه اقول اجيبها خليها ايه يعني من واحد لاثنين ايه مو صوره ايه اجيبها اللي هي حوالي القران ب 6000 ايه مو اجيب هاي الايه خليها بهالميزان اقول هذا جاء بها امي لم يقرا ولم يكتب ابد من صفر واخلي احتمال عشرة انها صدفة مو؟ قول هاي الصدفة يمكن ما يتحرك الصفر وتبقى العشرة بس لما اجيب آية ثانية وثالثة ورابعة وألف وألفين وستة آلاف آية بليغة فصيحة ما راح يتحرك يا عمي الصدفة مرة مرتين ثلاثة أربعة صدفة أمي لم يقرأ ولم يكتب يجيب لي بلاغة ستة آلاف صدفة انشتاين يقبل هاي الصدفة لو ستيفن هوكينج الملحد العالمي المعروف اي عاقل يقبل ان 6000 صد... الصدفه 6000 مره تتكرر فهموني اذا هذا خلي جانب انا ما اطلب منك من البلاغه والفصاحه صعد العداد عشرة ونزل الصدفه للصفر لا خلينا هاي وحده تعال للجانب الثاني احفظ جيدا اذا البلاغة والفصاحة اللي هي ستة الاف مرة تأسس الى ستة الاف صدفة هاي وحدة بعد هل ممكن احتمال ستة الاف صدفة اذا راح تنزل العدد نزلها مرة واحدة لا تنزلة الي عشرة لا نزلة مرة باوع بعد اسمع الحقائق العلمية في القرآن هذه لحالها قمة القرآن يعترف ب سعة الكون بسم الله الرحمن الرحيم السماء والأرض خلقناها مو بأيد وإنا لموسعون كلمة لموسعون يعطي انطباع أن الكون مو ساكن واضح موسعون بالعربية يعني شنو موسعون يعني احنا موسعينها قاعد نتوسع احنا خلقناها بأيدينا وبعدين شنو في طور التوسع قاعد تتوسع اللي العلم العلم اليوم يثبت هذا الموضوع هابل تلسكوب هابل اثبت على ان مو تلسكوب هابل صانع تلسكوب هابل نفسه سنه 29 1929 صنع تلسكوب مالته في كاليفورنيا وجاب اينشتاين وقال له تعال احسب الطيف الكواكب قاعد تبتعد عنا فالكون مو ساكن لان اينشتاين كان يؤمن بنظريه الكون الساكن تبع لنيوتن وانشتاين بس شاف هذه سنه 29 لمن انا اجيب أينشتاين احنا ما معاسته لكن آه هذا رجل اعظم فكر بشري موجود في العقل في العهد الحديث اللي اليوم الناس نسبة الذكاء اذا خمسين مية يحتبروا ذكي اذا مية وخمسين نسبة ذكاء الشخص يعتبروا عبقري انشتاين قوة ذكاء ميتين معروف هذا ميتين قوة ذكاء وتحمله هذا لما يجي ويعترف ان الكون مو ساكن الكون متمدد، انا ما اقبل منك انت يا يا نصراني او يا يهودي او يا ملحد ها جاي قافل ان محمد مو نبي نستجيب له. لا لانه شلون اكتشف ان الكون مو ساكن؟ تقدر تشكك بحركيه الكون، ما تقدر تشكك بحركه الكون. هذا اعظم عقل من عندك اعترف بان الكون مو ساكن وانما متحرك زين بعد متمدد متمدد زين يابا يا هاي الايه القرانيه تقول وانا انا خلقنا السماوات والارض وانا شنو؟ بأيد خلقنا السماوات والارض بأيد وانا لموسعون يعني موسعينها او قول الله وكل في فلك يسبحون حركه الكون يعني مو ساكن نيوتن كان يقول الكون مثل الماء يمشي هالمقدار بس وانشتاين هذا العقل البشري ما اكتشف بعقل اللي هو قوته 200 200 حصان قوته شايف شلون؟ قال لك هذا الماطور او هذا المحرك قوته 200 حصان، ايش قد حركته قويه، الدفع مالته رهيب. اينشتاين هيك عقله، ولذلك افتتن الناس به، ايش سووا؟ حنطوا عقله المسكين، خذوه، سرقوا عقله ولا قضيه روح شوفوها. سرقوا عقله مو يعني مو عقله المخ مالته. وحنطوه ذاك اليوم اكتشفوه مقطعينه هذا المغسل مالته اللي وقع الطبيب على التر... شرحه أخذوه على... سرق عقله سرق مخه موجود على اليوتيوب فيلم كامل ويطلعوا لك اياه بشيشه ومحنطيه حاطي له خل ما شنو استلم فتنوا بعقله طيب هذا الرجل على قوته 200 ما اكتشف حركه الكون ظل مؤمن و... والاعظم من ذلك جاب نظريته النسبيه النسبيه في سنه 1905 وهو يوم بالكون الساكن فلما شاف قال عجيب يعني هبل واكو صوره هبل قاعد يراوي التلسكوب في كاليفورنيا لان يعني انا من احكي هاي المسائل انا ما احاور لواحد قاعد مثل ما يعرف هاي الناس لا يحترم هاي العقول فاذا اثبت له هذا الميزان ما اقدر اجيب له قال موسى وعيسى عيفها هاي تعال بهاي المعادلات وهاي النظريات وهاي الناس اكو صوره تثبت ان اينشتاين قاعد يشوف ويهبل الكون قاعد يتحرك نتيجه حساب الطيف. زين واحده. وكل في فلك يسبحون اقرا صورة ياسين وكل في فلك يسبحون يعني شنو يسبحون؟ يعني يمشون يجرون ها؟ الجبال تجري في القران يعبر عنها ان الجبال شنو؟ تسري الجبال او تجري الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم والارض بعد ذلك دحاها يعني شنو دحاها؟ يعني كورها كورها يا اصحاب الكنيسه رادت تحرق قاليلو لانه قال ان الشمس ان الارض مو ساكنه هي التي تدور على الشمس وانه غير مسطحه بل كرويه رادوا يحرقوه فاستتابوه واضطر يحرق كتبه ويسكت عنه ويغض النظر ومسكين وي... بعد القران يقول بان الارض كرويه كرويه يعني مو مقصود يعني كره كره لا يعني هالشكل اللي هي قريب البيضوي مو هي بيضاويه وليست كره بمعنى الكلمه بل قريب البويضه البو... بويضة. الان تقول لي فد واحد وهابي جاهل اما مثل ابن باز يقول بتكفير من قال بتكرويه القران بكرويه الارض هذا ما ينعكس على الاسلام والقران هذا هو ثقافة جاهله هذا ما ما خص بالاسلام عوفنا يعني لانه احنا قلنا احنا احنا ما التزمنا بمعاجز النبي التي هي كما عاجز موسى يعني عيسى احنا والقران فالسؤال لما اجيب هاي الموارد طبعا وراح نقتصر على القضايا الحقائق العلميه الثابته وظاهره وضوح علني مثل هاي قضيه دحاها لاحظ او قضية بسم الله الرحمن الرحيم السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما رتقا يعني شيء واحد السماء والارض كانتا شيئا واحد رتقا ففتقناهما هذا الانفجار الكوني العظيم اللي كانت قبضة وفتقناهما مو السماء والارض كانتا رتقا رتقا فتق اللي هو يناسب الانفجار يعني الانفصال بشده. السؤال هنا هاي الحقائق العلميه تقدر تطلع قبل 1400 سنه من رجل بهاي الحيثيات تحطها بهاي الميزان. ايش قد تعطي نسبه؟ انه صدفه هل تقدر تحط هاي الصدفه تطلع هيجي قران؟ هيك آه معلومه؟ جيب لك واحد بنفس حيثيات النبي ايش قد اكو احتماليه انه يطلع هيجي قوانين؟ ان يكتشف هيك قضايا؟ خليها في الميزان بعدين شوف الحقائق العلمية في القرآن على مستوى هذا وضوح مو كل حقيقة علمية أقول لكم حقيقة علمية ثابتة مو فلسفة لأن النظرية إذا ما ثبتت تبقى فلسفة لا ثبتت يعني كروية أكمك واحد يشكك كروت الأرض لا يوجد واحد يشكك كروت الأرض ولا يوجد واحد يشكك بلاغيا بقول الله والأرض وبعد ذلك دحاها في جميع اللغة يعني كورا لاحظ تجيب الميزان وتحطه تقول هذا صدفه يمكن لا يمكن يصعد العداد انا مو صدفه هذا الشيء مو صدفه الا عن معرفه زين شلون معرفه قبل 1400 سنه؟ تعال خلينا نشوف هذا الرجل شو يريد يقول؟ يقول يا عمي مو انا الله قال لي الله علمني اذا صحيح ما تقول لانه احتماليه الصدفه مرفوضه صفر في هاي المعلومه وهكذا تصعد الاحتمالات بعد شوف اكو اخر وراح وأ... أ... اكمل البحث بكره أه يعني الدرس القادم ان شاء الله يا اخي قان... الفقه قانون الارث الارث تعرف ايش رياضيات بي فقه الارث ايش قدر رياضيات بي هل لامي لا يقرأ ولا يكتب ما كان اكو رياضيات في ذاك الوقت يقدر يطلع هيك قانون رياضيات مسائل الارث يقول لك العرب كانت تورث اي كانت تورث بس مو مو بنسب أرجو العلم كان يموت الانسان ياخذ اموال شخص واحد او شخصين بس ما ياخذون نسب هذا الى ثلث وهذا الى ثمن وهذا الى ربع لاحظ ما اكو هاي النسب من وين اجت؟ بحيث المعادلة معادله رياضية. هو جابها هل لامي لم يقرا ولم يكتب ان يعني يجيب هيك قوانين اليوم الارض حتى تعرفها لازم تدرس رياضيات يلا تجيبها هاي عوفه الصلاه وفقها وجزئياتها يقدر انسان امي لم يقرا ما يكتب يجيب هيك معارف بس الحلال والحرام تشهد على هذه تحطها في باب الاحتمالات هم تجيب هالميزان ايش تطلع النتيجه لا يمكن للصدفه ان تصنع هكذا من كيفه يجيب هيك بهاي ملابساته لم يحصل على تعليم لاحظ لان هاي كلها مبتكراته هاي ما كانت قبله وجابها هو. واضح المعارف الاخرى اللي جاء بها شخصيته وحيثيته والقصص اللي مرت عليه لا يمكن أن يكون هذا الرجل إذا ما علمنا أنه قبل أربعين سنة لم تعرف له خطبة واحدة أو حديث واحد هاي كلها بعد الأربعين سنة لما نجيب الميزان ايش تطلع الاحتمالية لا يمكن أن يكون صدفة في هذا المورد لا يمكن أن يكون صدفة في هذا المورد فيصعد احتمال أن هذا الرجل شنو نبي وتحصل من ذلك في كل هاي المعارف لا يمكن إلا أن يكون مرسلا من قبل الصانع الحكيم المعادلة الباب الاحتمال اللي أثبت الصانع الحكيم يثبت نبوة خاتم الأنبياء حصرا ما يقدر باب الاحتمال لا ينفع بقية الأنبياء لماذا؟ لأن لا يوجد لديهم معجزة هذا الاحتمال ينفعنا في اليقين الاعتقادي مالنا أنا أنه هل لما نجيب أجيب الميزان مالته وأطبق الاحتماليات تصعد احتمالية أن هذا الرجل نبي الهي مبعوث من قبل الاله لانه ما يمكن لاميد لم يقرا ان يجيب لي هاي المعارف لاحظ وبالتالي اصل الى مستوى ان هذا لا يمكن لان يكون نبيا يعني متصل بالصانع الحكيم اللي صنع الكون فنفس الميزان اللي اثبت الصانع يثبت خاتميه رسول الله صلى الله عليه يعني يثبت نبوته أو يثبت لأقل لا أنه متصل بهذا الإله لما أجي بعد ما ثبت لي أنه متصل بالله أسمع منه ما الذي يريد أن يقول قال لي أنا رسول الله ونبي من قبل الله وآخر أنبياء أصدق خلاص لأن العقل ثبت لي بالمعادلات الرياضية باب الاحتمالات أنت صادق لأنه ما يمكن أن تجيب هذا الشيء من كيفك واضح ولذلك تعرفون ليش الأمية فيه شرف، لأنه أساس نبوته مبتنية على هذه الأساس، فهو نبي البيان والحقيقة، فميزان باب الاحتمال يثبت بنظرية بالاستقراء يعني استقرأنا حالات النبي وما جاء به، جبنا ميزان باب الاحتمالات فثبت لدينا أنه نبيٌ. فسمعنا منه انه خاتم الانبياء صدقنا وامنا فاذا باب الاحتمال يثبت ان محمدا رسول الله وخاتم النبي كل هاي تشهد لذلك ان شاء الله راح اكمل هذا البحث بعض التفاصيل اجيبها في الدرس القادم ومن هنا ننطلق الى امامة الأئمة بعده صلوات الله عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين